سواء في الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان يبلغنا واياكم شهر رمضان اللهم امين. اليوم ان شاء الله مع الباب الخامس والاخير من ابواب كتاب الصيام وهو يتكلم فيه عن الاعتكاف وقبل ان ندخل في الكلام على هذا الباب يعني هذا الباب يعتبر يعني من عظيم بيان الشريعة. الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان، إنسان ينوي أن يستقيم فترة معينة ثم يرجع، حتى لو كان مستقيما يعني مثلا ينوي أن هو يحفظ القرآن يسير قليلا ثم يضعف الهمة، فيأتي يعني مواسم من مواسم الطاعات يجدد الله عز وجل بها الإيمان في قلوب الناس، فيأتي مثلا موسم شهر رمضان كله وهو من أهم المواسم في تجديد الإيمان في قلوب الناس، ثم يختم الله عز وجل هذا الشهر الكريم بهذه العشر المباركات العشر الأواخر من شهر رمضان، فيكون هذا الاعتكاف الذي هو من أعظم المواسم على الإطلاق. لا يوجد إنسان قدر الله له الاعتكاف إلا ويعلم يقينا سبحان الله العظيم كيف كان أثر الاعتكاف، لا أقول في تشكيل النفس لكن في نحت نفسية هذا الإنسان، يعني أثر الاعتكاف يظل في قلب الإنسان مدة طويلة. يعني لعل بعضكم جرب مثلا الحج أو العمرة، أسأل الله جل أن يبلغنا حج بيته والمتابعة بين الحج والعمرة، لكن أنت تجد برضو أن الاعتكاف له أثر قد يفوق أثر الحج في القلوب والعمر، لأن الحج والعمر أنت بتخرج وتدخل تخرج المسجد، لكن في الاعتكاف أنت تمكث في المسجد لا تؤدي شيء إلا العبادة، فأثر عظيم جدا جدا. ولذلك نقول يعني انوي من الآن أداء هذه العبادة العظيمة، انوي من الآن أنني سأعتكف اعتكافا كاملا. طب العمل وكذا، كأنك عندك لو قلت لك مثلا والله احنا هنوفر لك عمرة في شهر رمضان مجانية مش ندفع شيء، هتعمل ايه في موضوع الشغل؟ هتتصرف تاخد اجازة تعمل كذا ايا كان اللي هتعمله، ليه؟ تريد العمرة. انا اقول لك الاعتكاف عبادة عظيمة اثرها في تشكيل النفسية نفسية المؤمن اثر عظيم جدا جدا، ولذلك احرص على اداء هذه العبادة من الآن. لا أنا أعرف ناس بيجهزوا للاعتكاف قبلها ممكن بست أشهر ولا سبعة أشهر، إنه مثلا يأجل أجازات الشغل أو ما إلى ذلك، وبعض الناس يبدأ يحوش عشان لما يجي ياخذ أجازة بدون مرتب أو يوقف العمل يبقى يستطيع أن يؤدي العبادة. واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا بد. يقول هذا الباب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه. يقول تعريفه: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، عكفت على الكتاب لأقرأه، يعني حبست نفسي وظللت عليه حتى أنهيته، يبقى معنى الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله تعالى، يبقى تعريف الاعتكاف في الشرع أن يلزم المسلم المسجد، لأن الآية بتقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى لا اعتكاف إلا في مسجد، لا اعتكاف إلا في مسجد. واحد مثلا يقول لك والله ممكن اعتكف مثلا في بيت واحد مننا، أو واحد يعمل اعتكاف في حجراته لا يخرج منها، لا، الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد، وكما سيأتي في مسجد جامع. يعني مسجد جامع؟ يعني المسجد تقام فيه الجمعة، لأن أنت كرجل يجب عليك حضور الجمعة. طب لو لم تعتكف في مسجد جامع ستضطر للخروج من مسجدك للمسجد الآخر، وهذا قد يبطل الاعتكاف. يبقى إذن هو لزوم المسجد، لزوم المسلم المميز، يبقى شرط أن يكون اعتكافا مقبولا أن يكون المسلم مميزا، مميز يعني فوق سبع سنوات، لزوم مسجدا لطاعة الله تعالى. لأن ممكن واحد يدخل المسجد مثلا مش لاقي مكان يبات فيه فبات في المسجد، هذا لا يسمى معتكف، وإنما قال عنه يعني أنه بات في بيت الله عز وجل. طب حكم الاعتكاف؟ قال: هو سنة وقربة إلى الله تعالى، لقوله عز وجل:
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قربة عظيمة منذ يعني بنى إبراهيم هذا البيت، أمره الله عز وجل وابنه إسماعيل أن يطهر هذا البيت للطائفين الذين يطوفون والعاكفين الذين يعتكفون في البيت. قال: وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة. وقوله تعالى يعني من الأدلة قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى الآية تذكر حكم من الأحكام، وهو حكم من اعتكف في المسجد فلا يقرب امرأته. يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ودي مسألة يعني شوف مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة، أنه كان حريص على الاعتكاف. في آخر سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، طبعا الاعتكاف المسلم يبتعد عن أهله وكان حتى ينشغل بالطاعة. فدخل النبي المسجد وجد أن زوجاته قد ضربت لهن الأخبية في المسجد. زوجاته دي برضه أمر آخر، أن النساء يعني لهن الاعتكاف مثل الرجال تماما. أن بعض الناس يقول لك اعتكاف للرجال، لا اعتكاف للنساء أيضا دي قربة وطاعة زيها زي العمرة. لو امرأة قالت تريد أن أحج وأعتمر فكذلك إن أرادت أن تعتكف. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قد ضربت لهن الأخبية في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفض اعتكافه واعتكف عشرا بعد رمضان، لكنه ظل يواظب على هذه العبادة العظيمة. طيب يقول: وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره. الاعتكاف سنة ليس بواجب إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه، يعني عمل نذر على نفسه، قال نذر علي أن أعتكف ليلة أو نذر علي أن أعتكف يوم أو كذا، صار واجبا. قال: فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. طيب الاعتكاف لماذا؟ الاعتكاف الأصل أنه لإدراك ليلة القدر. يعني الاعتكاف كله لأجل ماذا؟ لأجل إدراك ليلة القدر. فضلا بقى عن المسألة اللي هي الأمر أن الاعتكاف يؤثر في الإنسان وانقطاعه للعبادة، ده أمر، لكن أصل الاعتكاف لإدراك المسلم ليلة القدر، لإدراك المسلم ليلة القدر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر لم يعلم أن ليلة القدر في العشر الأخر من رمضان، فاعتكف العشر الأول من رمضان، ثم في السنة التي بعدها اعتكف العشر الأواسط من رمضان، عشر الأواسط. فلما كان اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم نبئ أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فرجع النبي إلى المسجد وأتم اعتكاف عشرين يوم، كل ذلك لأجل إدراكه ليلة القدر خير من إيه؟ من ألف شهر. الله المستعان. دائما بنضرب مثل بأمور الدنيا، يعني لما نيجي نضرب مثلا على صلاة الجماعة، الناس اللي شايفه صلاة الجماعة بيقول لك بيصلي، الحمد لله بيصلي، هذا فضل عظيم ان الله سبحانه وتعالى يكون من على الانسان ان هو يواظب على الصلاة. لكن يقول لك احنا بنصلي، يصلي في بيته او يجمع الصلوات. طيب انت الان في الشغل بتاعك الدنيوي متوسط اجر الموظف كم؟ 3000 بس. لو قلت له تعالى اشغلك شغلانة وخد مثلا 30000 بس، ايه رايك؟ يعملوا معايا 30000؟ نقله في حياته صح كده؟ طب لو قلت له تعالى وخد 60000، 60000 ده ممكن يغير عربيه كل كام شهر صح كده؟ طب لو قلت له خد 70000، 80000، اضرب الثلاثه في 27 اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاه الرجل في جماعه تفضل صلاتي في بيته وفي سوقي ب 25 درجه، حديث ابي هريره، حديث اخر حديث ابن عمر 27 درجه. 27 ايه؟ درجه. تخيل انت مدى الذي اضعناه من الاجر في صلاه الجماعه، ولو كانوا يتعاملون مع الدنيا كما يتعاملون مع الاخره لاختلف الامر. طيب كذلك هنا دلاله القدر مش خير من 1000 ليله؟ لا، ده خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. فالمسلم الحريص على دينه ينشغل خلال شهر رمضان بأن يدرك فقط ليلة القدر، لأنها من قامها، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. يبقى أنت شغلك كله أن أنت تدرك ليلة القدر، كل ما تفعله لأجل أن تدرك ليلة الإيه؟ القدر.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أن هذه الأمة من أقصر الأمم أعمارا، من أقصر الأمم أعمارا، فأطال الله عز وجل وعظم في أجور أعمالهم. يعني تلاقي المؤمن يعمل عمل يسير فيعظم الله له أجر فيأخذ أجر عظيم، منا من الله سبحانه وتعالى، ولله المنة أولا وآخرا. الله له المنة أن من عليك وفقك للعمل، وله المنة ثانيا بأن أجرك وأعطاك على هذا العمل الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وأنتم تعلمون أجر الصيام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذكر في رواية أخرى قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم أجره أعظم من 700 ضعف، برضو هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب يقول: شروط الاعتكاف. قال: الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهي أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، مسلما فلا يصح من كافر، مميزا فلا يصح من طفل. بعض الآباء يأخذ ابنه مع الاعتكاف، عنده مثلا 3-4 سنين، واخده ليه؟ ده حمادة، عايز ياخد حمادة يلعب بحمادة في المسجد. أما الحمادة ده هيشغلك عن الاعتكاف، هيضيع لك الاعتكاف ويضيع عليك الأجر ويضيع عليك الثواب. فلابد اللي كان هو الولد الصغير هذا ليس عليه، ليس مكلفا، أنت اللي مكلف، أنت اللي مكلف. يبقى حاول بقدر الإمكان ألا تشغل نفسك. طيب لكي يصح من الولد ينبغي أن يكون مميزا، مميز يعني فوق 7 سنوات، عاقلا فلا يصح من مجنون. قال: فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير مميز. أما البلوغ والذكورية فلا يشترط، فلا يشترطان، يعني لا يشترط في الاعتكاف البلوغ، لو أنه يصح من مميز 7 سنوات فما فوق، ولا يصح الذكورية ليس شرطا، يعني يصح الاعتكاف من المرأة. قال: فلا يصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا وكذلك من الأنثى. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني النية. انت مثلا واحد دلوقتي زي اي حد قاعد في المسجد وراحت عليه النوم، محدش صحى ثاني يوم، هل يكون معتكفا؟ لا، يبقى الاعتكاف لابد فيه من نيه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. قال: فينوي المعتكف لزوم معتكفه قربه وتعبدا لله تعالى. يبقى ينوي ان يفعل ذلك قربه وتعبدا لله. الشرط الثالث ان يكون الاعتكاف في مسجد، ودي ذكرناها، أن يكون الاعتكاف في مسجد، وهيجلنا بعد كده أن يكون هذا الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة والجمعة. قال لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير مسجد. مجموعة مع بعض 5-6 يقول لك نعتكف مثلا في بيت حد، في دار، في كذا، هذا لا يسمى اعتكاف، وإن كان قد يكون انقطاع للعبادة لكنه لا يسمى اعتكاف، الذي هو اعتكاف السني الذي يكون في المسجد. رابعا من شروط الاعتكاف أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة. طيب اكتبوا كده والجمعة، ما أعرفش اكتبوا ولا لا، لكن لابد أن تكون في صلاة الجماعة وليه؟ والجمعة. قال: وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة. كأنه هنا يشير إلى أن الاعتكاف يصح ولو ساعة، يعني أنت قاعد في المسجد مثلا، نفترض أنت يوم الجمعة دخلت المسجد تريد أن تصلي صلاة الجمعة، دخلت قبل الصلاة بساعة، فإذا دخلت لو نويت نية اعتكاف يكتب لك أجر اعتكاف منذ دخولك المسجد حتى تخرج من الايه؟ من المسجد، يبقى صح الاعتكاف ولو بأقل وقت. قال: وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت. يبقى لو أنت اعتكفت في غير مسجد الجماعة، حاجة من اثنين: إما أن أنت هتترك صلاة الجماعة وهي واجبة عليك، أو الأمر الثاني أن تضطر أن أنت تخرج لكل صلاة، ويبقى أنت تركت الاعتكاف في كل إيه؟ في كل وقت. طب لو كان المعتكف ممن لا تجب عليه صلاة الجماعة، كان معتكف امرأة، هنقول يصح الاعتكاف في غير المسجد لكنه ليس الاعتكاف السني الذي هو الاعتكاف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. قال: أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد. قال: وهذا ينافي
يقول: أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. يعني بعض المساجد يكون مسجد صغير مثلا في 3-4 مساجد، في مسجد مثلا كبير مثلا يقام فيه صلاة الجماعة، مسجد ثاني صغير بجوار المسجد لا يقام فيه صلاة، يقام فيه صلاة الجماعة لكن لا يقام فيه الجمعة، فيصح اعتكاف المرأة في مثل ذلك. يقول: هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت. يعني يعني إن هي مثلا تكون في صحن المسجد، يعني بعض المساجد ما يكونش فيها مصلى النساء. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يعتكفن في مؤخر المسجد، تضرب لها خباء وتعتكف. طب لو مساجد زي مساجدنا اليوم، لو دخلنا مثلا المسجد لقينا امرأة فرشة ونايمة على جنب، ده عند الناس ايه؟ فتنة. طب واحد عايز يجي المسجد مثلا قبل الفجر، او ينام، او مثلا يدخل المسجد يمكث في المسجد او يعتكف في المسجد، طب قد ينصرف الناس وتكون خلوة بينه وبين المرأة، فنقول مثل هذا يعد فتنة فلا يجوز مثله مع النساء الآن. لكن لو كان لهن مصلى منفصل فيجوز لهن عند ذلك الاعتكاف. يقول: والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، ولكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف كما ذكرنا، أهم حاجة صلاة الجماعة. لكن إن يعني كانت تقام فيه صلاة الجمعة فأولى. هو حسبوها إزاي؟ قال لك: لو أنا لا تقام فيه صلاة الجماعة هيضطر يخرج 5 مرات، طب صلاة الجمعة قد يخرج مرة واحدة خلال 10 أيام، فالأمر أهون يعني. خامسا: الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكس هؤلاء في المسجد. يبقى يشترط في المعتكف الطهارة من الحدث الأكبر للأصغر. يعني إنسان معتكف في المسجد حاطط فرشته نايم، انتقد وضوء، هل يلزم أن يقوم ويتوضأ حالا؟ لا، إنما الوضوء عند الصلاة عند قراءة القرآن وهكذا. لكن يشترط الطهارة من الحدث الأكبر، المرأة من الحيض والنفاس، وكذلك بالنسبة للمرأة والرجل الجنابة، الجنابة. طيب، يحدث مثلا إنسان معتكف واحتلم في المسجد، يعمل إيه؟ ولا حاجة، يقوم ويدخل الدورة أو المضاءة ويغتسل ويرجع المسجد مرة أخرى. طب لو المسجد ليس به مكان للوضوء أو كان الجو بارد ولا يوجد ماء ساخن، يجوز له أن يخرج إلى بيت ويغتسل ويرجع مرة أخرى إلى المعتكف ولا يعد ذلك نقضا أو نقضا للاعتكاف. يقول: أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. أبو معلوم أن الليلة لا يصام فيه، إذن فالصيام ليس شرطا. قال: فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام عليه، ولأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى. دي مسألة بعض الفقهاء قال إن الاعتكاف بيكون في شهر رمضان، فربط ما بين الاعتكاف والصيام، قال لك لا يصح اعتكاف إلا مع الإيه؟ الصيام. لو أنت مثلا عايز تعتكف، نفترض اليومين اللي هم المتبقيين من شهر شعبان دول، عايز تعتكف يجوز لك أن تعتكف. فعند هؤلاء إذا نويت الاعتكاف ينبغي أن تنوي الصيام، لكن الصحيح عدم الربط بين العبادتين. طيب، المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. يقول: أما زمن الاعتكاف ووقته، المكس في المسجد مقدارا من الزمن وهو ركن الاعتكاف. يبقى ركن الاعتكاف الرئيسي أن يمكس في المسجد مقدار من الزمن. ما هو هذا المقدار؟ أقل شيء، وكانوا فيها خلاف عند العلماء، لكن أقل شيء يمكس فيه في المسجد هذا يسمى اعتكافا. قال: فلو لم يقع المكس في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد. يعني لو أنت داخل ساعة في المسجد، أنت الآن في الدرس، فتنوي مع حضورك مجلس العلم، تنوي مع نيتك المكس في المسجد، تنوي مع نيتك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اذا صلى احدكم، بعد ما ذكر ان هو قال: ولا تزال الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ان انت الان في مصلاك الذي صليت فيه لا تزال موجود في مصلى، هناك ملائكه تدعو لك: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، دي كلها نوايا، ومن ضمن النوايا أن تنوي نية اعتكاف، أن تنوي نية اعتكاف، فهذه نية أخرى تؤجر عليها غير ما سبق. قال: فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل أن يقل، ألا يقل الاعتكاف عن يوم وليلة، على اعتبار أنه يعني كما كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الاعتكاف فيما دون ذلك. لا، نقل عمر بن الخطاب الحديث الماضي أنه اعتكف ليلة، فيصح الاعتكاف فيما أقل من ذلك، لكن كلما طالت مدته كلما كان أكثر نفعا. احنا قلنا أثر الاعتكاف فين؟ في ان الانسان يبقى فتره. انا اول مره اعتكفت بعد ما خرجت من المسجد، تعرف انت كأن واحد كان عايش فين؟ في الحضانه، ولا انت بتسمع اغاني ولا بتشوف نساء ولا بتشوف ولا بتسمع كلمه نبيه، انت منعزل تماما، واحد عايش في ايه؟ وبعدين تخرج الشارع كده تحس ان انت ايه المجتمع ده؟ يعني كأن الوضع كذلك. فسبحان الله، عباده عظيمه جدا الله. أسأل الله جل أن يرزقنا هذه العبادة وأن لا يحرمنا. يقول: وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. قال: فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، ولكنه خلاف الأولى والأفضل. جاز ذلك خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى والأفضل. هنذكر شيء الآن جميل ممكن نعمله للناس اللي هي عندها أعمال أو عندها وظائف. قال: ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر في صبيحة اليوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. متى يدخل المعتكف إلى معتكفه؟ مسألة فيها خلاف. هو هنا ذكر أن يكون يدخل عليه فجر ليلة 21، والصحيح والله أعلى وأعلم أنه يدخل عليه ليلة 21، يعني يوم 20 رمضان قبل المغرب يدخل له المعتكف. السبب أن الاعتكاف الهدف منه إيه؟ الليل. فلو إنسان دخل الاعتكاف قبل الفجر مباشرة وكانت الليلة دي ليلة القدر، لم يدرك الآن، لم يصلي فيها، فلكي يدرك هذه الليلة فلابد أن يدخل من أول الإيه؟ الليل. فهذا هو الأقرب والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة من باب إن إحنا بص ما فيش حد موجود في المسجد الآن إلا هيعتكف إن شاء الله، كله هيعتكف. طب الشغل هنلاقي لها تصريفة بقى من الشغل من الآن، إن وإن أنت إن شاء الله هتاخد إجازة، ولا مش هنقدر وبتاع، ما اقدرش اخد غير 3 أيام او 5 أيام، خده معتكف والباقي يروح الشغل. بس المهم ايه؟ خلي فوق، خلي 5 أيام اللي هتاخدهم اعتكاف دول الاقامة، عشان دول افضل اللي هي فيها يعني الاحتمال ان تكون ليلة القدر اقرب. المهم ان انت تنوي باي طريقة. طب انا ما قدرتش، هناك بقى طرق، منها انك ترجع من الشغل من العمل الى المسجد، وتبقى في المسجد تصلي وتتهجد معه، وتخرج من المسجد بعد الفجر، يبقى انت اعتكفت الليل. واحنا قلنا الغرض من الاعتكاف الاساسي ايه؟ ادراك ليله القدر، ادراك ليله الايه؟ القدر. يبقى انت بكده تكون حصلت ما تستطيع. يقول لك: طب يا شيخ انا الان عندي شغل، عندي عمل، واعمل ايه في الشغل؟ ولو هسهر طول الليل اصلي، طب انا من الان مش هقدر اروح الشغل. والله جربناه ونفعت. جربناه وعملناه نفعت، كنا بنروح نعتكف وننزل الصبح الشغل. بس سبحان الله، الانسان لما بيكون في طاعه يعني مده النوم اللي بيحتاجها قليله جدا، وده امر يعني مشاهد مجرب. روح اعمل عمره كده تلاقي نفسك بتنام مثلا 3 4 ساعات، وتروح المسجد الحرام، تقعد في المسجد طول ما تحسش ان انت عايز تنام. فسبحان الله. طيب تعمل ايه؟ حضرتك ترجع الشغل مثلا العصر و تنام، اول ما ترجع من الشغل ايه؟ تنام لك ساعتين قبل الليل المغرب، يجي المغرب تفطر وتروح المسجد. طيب تروح المسجد تصلي معهم التراويح، هيقعدوا هم يريحوا مثلا ساعه ساعتين ما بين التراويح والتهجد، ممكن ايه؟ تنام في الوقت ده، وبعد كده تقوم تصلي معاهم التهجد، تتسحر، تصلي الفجر، عايز تقعد للشروق ماشي، مش عايز ممكن تنام ساعه برضه قبل الايه؟ هتلاقي نفسك بتحصل في اليوم بحوالي 5 6 ساعات نوم بالمستريح زي ما بيقولوا، وفي الاخر صليت اعتكفت وصليت تهجد. وعلى فكره نومك في الاعتكاف عباده، نومك في الاعتكاف ايش؟
عبادة. طيب في حل آخر، إيه الحل الآخر؟ ما فيش حد في عمل من الأعمال إلا عنده وقت أجازة. أنا مثلا أجازتي جمعة وسبت، أرجع من الشغل يوم الخميس على المسجد، معايا فرشتي ومعايا حاجة، وأقعد خميس ليلة الجمعة، أبقى طوال يوم الجمعة في المسجد، وأدخل مع ليلة الجمعة ليلة السبت، ويوم السبت برضو أبقى في المسجد، وأبات يوم الحد صباحا أخرج للإيه؟ للعمل. كأن كده أنت بيت في المسجد ثلاث ليالي بيومين، فرصة عظيمة جدا من غير أجازة ولا أي شيء. لكن هذا يعني إيه؟ إن أنت توفق لمثل ذلك. طبعا أقول لك الكلام ده أن تكون أنت حريص على ذلك. من الأشياء برضو المتعلقة بهذا الأمر أن أنا أنوي من الآن أن أنا أخذ بيد الناس للاعتكاف، عبادة عظيمة، أمر جميل جدا. أنا أذكر لك شيء، واحد من الناس ممكن بعيد جدا عن المساجد، بعيد عن الصلاة، بعيد عن كذا، تعال يا فلان نعتكف في المسجد، تعال يا أخي اقعد في المسجد وعتاكل وتشرب وتنام. دخل بدأ ينظر للصلاة، صلى صام. هذا الإنسان بعدما انتهى شهر رمضان كان سببا في أنه هو يعني يحب القرآن وينشغل بحفظ كتاب الله عز وجل ويختم كلام الله سبحانه وتعالى، وبقى واحد مثلا من الايه؟ من قارئ القرآن. كل القرآن الذي حفظه في ميزان حسنات من؟ من جاء به إلى المسجد، من جاء به إلى المسجد. عشان كده الجزئية دي مهمة جدا، أنت كن حريص على دعوة الناس للايه؟ للاعتكاف، دعوة الناس إلى الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. طيب أما عن مستحبات الاعتكاف، قال والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه. العلائق شيء الأشياء المتعلقة بك، هذه الأشياء التي تمنعك تعوقك عن السير إلى الله، الدنيا، الشغل، البيت، الأهل، كل ده تفصل أنت كل ده. من البرامج المهمة أن أنت تعمل إيه قبل رمضان، قبل رمضان مش قبل الاعتكاف، حاول ان انت كل الاشياء الالتزامات اللي عليك تخلصها. يعني انت مثلا يا رب اسره عليك زكاه فطر، من الان اشتري مثلا شكاره رز كده دي بتاع زكاه الفطر. عندك مثلا هقول لك عايزين ملابس، من الان اشتريها قبل ايه؟ قبل رمضان. رمضان هذا موسم طاعه مش موسم تجاره، انت منشغل بهذا الامر. المواضيع دي على فكره مهمه جدا في ان انت تستعد. وسبحان الله، والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طول ما انت حريص الله يوفقك، الله عز وجل يوفقك على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدقك، والله قال في كتابه ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فيقول فيقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف ان يتفرغ للعباده. انت معتكف في المسجد، لكن طول ما انت قاعد في المسجد ماسك ايه؟ تليفون، وقاعد يكلم الناس اللي بره. طب ما تطلع تقعد معاه، ريح نفسك وما تكذبش على نفسك. يبقى انت خلاص، انت والله في اشغال واشياء امور ضروريه، افصل ده، خليه وقت معين، نص ساعه مثلا او كذا من النهار وكذا، خلاص يبقى وقت معين. اما سائر الوقت انت منشغل بالايه؟ بالعباده. عشان كده بقول ده ان يتفرغ للعباده فيكثر من الصلاه. انت عندك اوراد من الصلاه في الاعتكاف، ما هي اوراد الصلاه؟ عد بقى من أوراد الصلاة. طب مش هكلمك على صلاة الجماعة. على فكرة من الأشياء الجميلة في الاعتكاف إن أنت صلاة الجماعة دي بالنسبة لك إيه؟ خلاص أمر منتهي. يعني أنت كنت عندك مثلا مشكلة في استيقاظ صلاة الفجر، وأنت في الشغل عندك مشكلة إن أنت مثلا ممكن تجري عشان تلحق صلاة الظهر تلاقيه مصلي مثلا. طب فين وأنت معتكف؟ ده أنت جوه المسجد. اصلا لن يؤذن الاذان الا وانت فين؟ في المسجد. يبقى انت الان موزع صلاه الجماعه. خليني اقول لك نيه بقى بالمناسبه بالموضوع ده. قال صلى الله عليه وسلم من ادرك تكبيره الاحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. يا الله، تعرف انت العشر المبشرين في الجنه؟ ايه رايك تبقى منهم؟ مبشر بالجنة والله. إنسان كتبت له براءة من النار، تخيل يعني
يعني انسان الله كتبه انه لن يلد النار، لن يدخل النار. طب انت عايزك، طب لما دخلت النار هتروح فين؟ الجنه. يبقى انت ماشي في الارض وانت من المبشرين بالجنه. ايه رايك؟ بس خد بالك دي مش بتاعتك انت، اوعى تقول تفتكرها ان انت هتيجي على نفسك وتاخد وقت وكذا وان انت هتوفق. لا، الموفق من وفقه الله عز وجل. فانت محتاج ايه؟ محتاج توفيق من الله. ممكن تستغل فتره الاعتكاف في ان تبدا هذا المشوار. ممكن تستغل فتره الاعتكاف في ايه؟ تبدا المشوار ده. انت قعدت 10 ايام في المعتكف ما بتضيعش صلاه الا بتدرك فيها ايه؟ تكبيره الاحرام. خلاص، يبقى انا ان شاء الله اكمل بعد الاعتكاف ال 30 يوم اللي فاضلين. وهو من ادرك تكبيره الاحرام ايه؟ 40 يوم. يبقى دي فرصة عظيمة جدا ان انت ايه؟ تدرك هذا الامر. وانا يعني معلش الموضوع ده خليه في دماغك. انت اذا كان عندك حرص شديد جدا على تكبيرة الاحرام، هذا يعينك بفضل الله عز وجل على كل ما سوى ذلك. انا اذكر لكم شيء، باب الشيء بالشيء يذكر، يعني شيخنا ومعلمنا وربنا الشيخ ياسر برهان ربنا يحفظه. إنسان عجيب جدا 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 في العبادات. من الأشياء اللي عجيبة فيه إدراك تكبيرة الإحرام دي. عنده تكبيرة الإحرام دي مش بقول لك إدراك الجماعة ولا إدراك الصلاة، لا، إدراك تكبيرة الإحرام دي بالنسبة له دين. يعني مثلا الإخوة يقول لك مثلا ممكن يمر عليه السنة يقول لك مثلا فاتته تكبيرة الإحرام مرة. في إيه؟ خلال إيه؟ سنة ولا مرة ولا مرتين ولا معدودة، هو عارفها اليوم الفلاني اللي كنت في المكان الفلاني وما أدركتش تكبيرة الإحرام. لما يكون عنده مثلا سفر ولا أي شيء لابد أن يدرك تكبيرة الإحرام. هو مرتب حياته كلها على إيه؟ مش على الصلاة، على إدراك تكبيرة الإحرام. حياته مترتبة كلها على تكبيرة الإحرام. يعني أنا مثلا المغرب هصلي المغرب هنا ونازل اسكندرية، مش ممكن الطريق زحمة؟ ممكن هتيجي عليا العشاء مش هدركها. لا، هو بيرتب، يا اما ان هو بيبقى ماشي في طريق في مساجد، لو العشاء دخلت عليه وهو لسه في الطريق يركن ويصلي في مسجد، يبقى يعمل ايه؟ ادراك تكبيره الايه؟ هو دين دين كده، ماشي كده. مش هكلمك بقى على الجوانب الاخرى، لكن بكلمك على موضوع ادراك تكبيره الاحرام. فانت ممكن تستغل وجودك في المسجد في ادراك تكبيره الاحرام. طب من الصلوات الاخرى، هو الان بيقول فيكثر من الصلاه، من الصلوات الاخرى، من صلى لله 12 ركعه في اليوم والليله بنى الله له بهن بيتا في الجنه. طيب، من الصلوات تراويح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. من الصلوات التهجد، شرف المؤمن قيامه بالليل. من الصلوات الضحى، ودي ورد فيها احاديث كثيره جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى انت تحرص على ان يكون لك اوراد واحزاب من الصلاه، مش الضحى تصلي ركعتين وفي خمس دقائق، لا. شيخنا برضه الشيخ ياسر عنده صلاه الضحى ممكن تقعد ساعتين، تصلي ليه؟ الضحى، تصلي التهجد مثلا باربع خمس اجزاء حسب طول الليل يعني، لغايه ما يجيب مع لغايه الفجر. فالمواظبه على الاوراد دي، العبادات دي مهمه جدا. طيب، يقول كذلك والذكر. انت في المسجد لابد ان تكون حريص على الاذكار كلها، معاك كتاب انت بتاع الاذكار ده، وحريص انت على اذكار الصلوات. الصلاه تخلص بدل ما تروح هنا ولا هنا، اقعد في مكانك حتى تنتهي من الاذكار، اذكار الصباح واذكار المساء، بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر، حريص انت جدا على الايه؟ على الاذكار. يقول والدعاء، اوقات الدعاء ما تضيعهاش، اوقات الدعاء انشغل بها. انشغل باوقات الدعاء، عندك اوقات الدعاء للصائم عند فطر، حديث ضعيف. لكن الحديث الصحيح ذكرناه ايه المره الماضيه؟ حتى يفطر للصائم، حتى ايه؟ حتى يفطر، يعني من اول الفجر الى المغرب لك دعوه مستجابه. فاستغل هذا الامر، وافضله بلا شك قوين المغرب، ماشي؟ في جوف الليل الاخر، هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ بين الاذان والاقامه دعوه مستجابه، هل السجود دعوه مستجابه؟ بالله عليك، انت ليس لك حاجة، ليس لك هم، مفيش حاجة عايزها من ربنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اجمع همك كله وألقيه إلى الله سبحانه وتعالى. كل أمر من أمور الدنيا وكل أمر من أمور الآخرة
وثق في الله سبحانه وتعالى ولا تبخل الرب الكريم. يقول وقراءة القرآن فرصة احتكاف. انت قاعد في المسجد بتعمل ايه؟ عندك في درس في المسجد في مش عارف كذا بتحضره، بعد ما تخلص مصحف، يبقى انت فرصة. وقراءة القرآن بقى بالتدبر مع نفسك، ممكن تقوم تقرأ وانت بتصلي من المصحف عادي، تقرأ وانت جالس، وكذا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى. الاعتكاف فرصة عظيمة جدا. طيب ما يباح في الاعتكاف؟ قال ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه. طبعا هو بيذكر أشياء غالبها الآن مش موجودة، يقول لك كالأكل والشرب. طب الأكل والشرب مثلا دخول الخلاء قضاء الحاجة، الأكل والشرب غالبا بيجي للمعتكف فين؟ في المسجد. طيب قضاء الحاجة في دورات مياه فين؟ مرحقة بالمساجد الآن. طبعا قديما كان المسجد شيء وبياخدوا الخلاء فين؟ في الخلاء في المكان الخالي البعيد عن المسجد، لكن الآن أغلب هذه الأشياء غير موجودة. لكن أنا ذكرت لك مثال من منذ قليل، كان زي إيه؟ من خرج للاغتسال، الإنسان مثلا احتلم وهو نايم في المسجد، أو بلاش احتلم، هو عايز يخرج ليغتسل غسل الجمعة، ده غسل مستحب بس ينفع يخرج يغتسل ليه؟ طيب يجي يوم الجمعة الصبح والمية في المسجد ما فيهوش مثلا مكان للغسل، في دورات مياه فقط، فيعمل إيه؟ يوم الجمعة مثلا يخرج إلى بيته، بس طبعا يخرج بقى مش يروح هناك ياخد له تعسيلة لا، هو حتى العلماء يقول لك هو في الطريق لا ينشغل بالطريق، يروحش يشتري ويجيب ويبص، لا كذا، هو رايح ايه؟ هدف واحد، انا ذهب اغتسل وارجع تاني، يبقى يذهب يغتسل ويغير ملابسه ويرجع بالرخ. فيقول كالخروج للاكل والشرب، نفترض واحد ما حدش بيجيب له اكل وشرب، هيفضل صايم العشر ايام؟ هيجيب اكل وشرب الذي ياكل. قال اذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجه والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابه، يعني هذه الاشياء اذا لم تكن في المسجد مكان لها فيخرج اليه. قال ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، سواء حد معاه في المعتكف، يعني واحد جنبك بايت جنبك، السلام عليكم منين كذا، تتعرف عليه، ده أمره في كل شيء. لكن بقى احنا بنجد في بعض المعتكفات أول ما خلصوا تراويح بسم الله الرحمن الرحيم، عارف انت القهوة اللي بيسموه ايه؟ الخيمة الرمضانية، يتقلب الاعتكاف لخيمة رمضانية، وتلاقي بقى تفرش وفرش، وبقى العصاير تنزل والكنافة تنزل والقطايف تنزلوا، ويفضلوا يحكوا مع بعض لغاية ما يدخل التهجد. لا، انت مخالف لليه؟ كان حد من اخواننا كان مسميه معتلف، معتلف هذا داخل الاعتلاف مش الاعتكاف، يقول لك داخل الاعتكاف طلع من الاعتكاف الوزن بتاعه زاد، نية اخرى يعني. لكن انت دخلت الاعتكاف لا تنشغل بشيء، لا تنشغل بشيء. طب انت ممكن تكلم الناس عادي، تكلم الناس الاشياء المباحه ما فيش مشكله، لكن لا يكون جل وقتك في هذا الامر، خليك شحيح بوقتك، شحيح بايه؟ بوقتك. يقول اما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضروره فيه فانه ينافي مقصود الاعتكاف وما سرع من اجله، ويباح له ان يزوره بعض اهله واقاربه. انت قاعد في المعتكف بس انت 3 4 ايام، لقيت زوجتك جايه وجايبه لك العيال يسلموا عليك وكذا، ما فيش مشكله، تقف معاهم 2 دقيقة 5 دقائق 10 دقائق وايه؟ ما فيش مشكله. يقول وان يتحدث اليه ساعه من الزمن، ساعه دي مش 60 دقيقه، ساعه دي بعض الوقت، والخروج من معتكفه لتوديعهم. طبعا ده كان فيه سبب، ان كان بالليل بعد ما صلوا وكذا، ولن يترك ترجع الى بيتها ليلا وحدها، فخرج النبي ليقلبها لكي يعيدها. يقول لحديث صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته ليلا، قالت فحدثته ثم قمت فانقلبت، يعني جلست تحدثت مع النبي في بعض الأشياء ثم قامت تنقلب، يعني ترجع إلى بيتها. قال فقام معي ليقلبني، حديث طويل، ومعنى ليقلبني أي ليردني إلى بيتي. يبقى ده من الأسباب التي يجوز لها الخروج لأجلها. قال وللمعتكف أيضا أن يأكل أو ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. المسألة الأخيرة مبطلات الاعتكاف،
قال ويبطل الاعتكاف بما يأتي. أولا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، مثلا قال لك طب ما روح كذا، روح مشى شوية شم نفس، كأن مع أنه مفترض أنت داخل المسجد شم نفس نفس نقي، لكن هو يريد أن يخرج. قال وإن قل وقت الخروج، طيب لو هو خرج من المعتكف بيعمل إيه؟ يرجع بقى ويجدد النية من إيه؟ من جديد. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. طبعا بيت عائشة جنب المسجد، يبقى كأنه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة. يقول ولأن الخروج يفوت المكس في المعتكف وهو ركن الاعتكاف كما ذكر. مما يبطل الاعتكاف ثانيا الجماع، يعني قلنا يجوز أنه هو يذهب إلى بيته ليغتسل أو ليتوضأ أو ليأكل أو ليشرب، لكن لو خرج فجامع، طبعا الكلام ليس ليلا، الكلام ليس نهارا وإنما الكلام ليلا، فيقول ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج، يعني مثلا رجع للبيت ليلا مثلا لشيء معين فقبل امرأته أو باشرها أو ما إلى ذلك مما يعني يكون لشهوة، فهذا أيضا مما يبطل الاعتكاف، لأنه لما يرجع ينوي نية أخرى حتى وإن كان هو ما خرج إلى البيت إلا لحاجة كأن يغتسل أو ما إلى ذلك. كذلك من الأشياء التي تبطل الاعتكاف ذهاب العقل، احنا قلنا من شروط العقل، ومن الأشياء التي لا يجب بها الاعتكاف الجنون، فلو ذهب العقل بطل الاعتكاف. قال فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة. السكر اللي فيها خلاف، طبعا يذهب الصيام أيضا بالجنون، لكن احنا بنتكلم على السكر فيها خلاف، وهل السكر ده عمد ولا غير عمد؟ يعني واحد مثلا قبل الفجر بشوية فخد برشام مثلا أي شيء مثلا أو تلخبط خد شيء غلط، فالشيء ده أذهب عقله مثلا نص النهار وهو كان ناوي الصيام، هل ده يبطل الاعتكاف ويبطل الصيام؟ لا، الصحيح أنه لا، فيفرق ما بين ما كان عن عمد وعن غير عمد. كذلك مما يبطل الاعتكاف الحيض والنفاس لعدم جواز مكس الحائض والنفساء في المسجد، فلو أن المرأة اعتكفت في مسجد ثم حاضت فعند ذلك يبطل اعتكافها ويجب عليها الخروج من المسجد. مسألة هنا نتكلم فيها قبل آخر شيء، وهي أن بعض النساء قد تأخذ بعض الأشياء التي تؤخر عنها الطمس دور بغرض أن هي تستطيع أن تدرك رمضان كاملا دون فطر. أنا لا أنصح بذلك أبدا، يعني 99% من الأسئلة اللي بتيجي من النساء بسبب المواضيع دي، ده بيعمل ده البراشيم كلها دي، مجموعة البراشيم دي كلها بتعمل اضطراب هرموني بعد ما كان عندها دورة ثابتة أيام معينة وأيام طهر معينة، حصل خلل، تلاقي الدورة تأتي تنقطع تأتي تنقطع، ينزل عليها قطرات دم في وقت ينقطع في وقت الحيض، يحصل اضطراب هرموني. كان بتأتيها 3-4 أيام 5 أيام بقت تأتيها 7 و8 و10 و5، الموضوع بدأ فيه خلل ويبقى مدة طويلة حتى يرجع يستقر مرة أخرى، فأنا لا أنصح بذلك. يعني ممكن تكون امرأة مثلا مضطرة لو كانت في حج مثلا، الحج ده فيه عبادات لابد، ما كالطواف لابد أن يكون بطهر من الحيض والنفاس، ولو لم تطهر سيؤدي ذلك إلى رجوع الناس مثلا فتضطر أن تأخذ مثل هذه الأشياء، يبقى ده أمر قد تضطر إليه النساء، لكن عموما في رمضان لا أنصح. هل يحرم؟ لا، لا يحرم، لا يحرم، ولكن الأمر فيه يعني أنا عن تجربة تركه هو الأولى. خامسا وأخيرا من مبطلات الاعتكاف الردة لمنافاتها العبادة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإحنا ذكرنا الردة في مبطلات الصيام، وإن منها سب دين الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك. أسأل الله جل أن يحفظ علينا ديننا وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، اللهم أمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.